السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا قاع بيان. الوغ البنات، هنايا عندنا هاد المخايد هادو تاع العرائس. عندنا بالنسبه للكتان اللي نستعمله هنايا هو كتان تاع ليدغا ابيض، وعلى حساب لا كوموند اللي تكون عندي في الدوري ولا في الهوج ولا في الارجون. اذا هنايا راني حاطه لكم، كتبت لكم القطع، الطول تاع القطع تاعنا. عندنا اون تو عندنا تما 6 قطع، القطعه الكبيره اللي تجي فيها الرموش، وعندنا قطعه واحده اخرى. بالنسبه لهاد الوساده هذا غادي تاع الرموش غادي نديروها بالفيرميتور اكلا بالسحاب. غادي نوريكم طريقة شابة بزاف تاع السحاب كيفاش تخيطوها. سي فري سا برون دو طون، تدي الوقت معاها وغير في غردك، بصح الخدمة تكون متقونة، ماشي من بعد كينا الخيوط يبقى تخرج في الخيوط ولا الوغ. هنايا نسحق لازر باش نزين هاد في لي بوردور وهذاك الكوردون. اذا غادي نستعمل هنا 5 سنتيمتر. فوالا غادي نغلفه بهذا الشكل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا اذا غادي نستعمل البيد بيش ولا الرجل تاع الماشينه، غادي نستعمل تاع السحب في الكوردون. هذا هو في الكوردون الخاص في السحاب تاع السحاب ولا الخاص تاع الكوردون. فوالا اذا هذه هي طريقه اللي غادي نخيط بها. فوالا بهذا الشكل، طريقه سهله. اذا انا غادي ندير غادي نخيط، ومن بعد كينا نجي نطبق على القطعه الكبيره كاع في اللي يجي فيها الرموش. اذا غادي نحطه على هذا الشكل وغادي نعاود نخيط كيما خيط في البوان اللي خيط فيه الاولى تاع الكوردون. اذا نتمنى الطريقه راهي واضحه. حاجه واحده اخرى، كي نجي في لو كوان غادي نقص غادي نكرونتي شويه باش يدور معايا باش ما يغبنيش. فوالا بهذا الشكل هنا هكا كيما هكا يدور لي بيان، باسكو ما غاديش نديره شويه مدور باش يجيني متحوف يجي شباب. فوالا بهذا الشكل، شوفوا لو كاري وراه وشوفوا انا وين درته. فوالا اذا غادي نروح بها كاع هكا. بحيث اني من نقلبه من نقلب الكوردون تاعي المغلف يجيني النيشان. اذا طريقه تاع السحاب اللي غادي نديرها، اذا ناخذ وجه القماش. فوالا وهذا وجه القماش، ومع الوجه تاع السحاب بهذا الشكل غادي نخلي 1 سنتيمتر وغادي نخيط خياطه عاديه نورمال بهذا الشكل اللي راه واضح في الصوره. اذا انا مسرعة الفيديو، هي تروحوا معها غير بالعقل، سيرتو حاجه تاع الخياطه، سيرتو حاجه تاع ماشينه، سيرتو. فوالا ومن بعد كينا نقلب، وهذا البيد بيش غادي يساعدني بزاف. بون انا عندي هنايا غادي نتحكم فيه، اما نجيبه على اليسرى ولا نجيبه على اليمنى.
فوالا غادي نخيط اذن. والطريقة الثانية هي نحكم نطوي القماش تاعي على 2 سنتيمتر بهذا الشكل، شوفوا، ونخيط عادي. لكن عدة طرق باش نخيطو الفيرميتور. فوالا شوفوا كي يجي داير، تجي الخياطة نقية. فوالا. وحاجة واحدة اخرى ثاني، اذا شنو غادي ندير؟ هذا اللي غادي يبقى غادي انا ندخله بهذا الشكل، غادي كيشغل نطويه ونخيط. دوماج ما بانتش، مي غادي نخيطه كاع لو بورتور. اذا شنو غادي نستعملو هنايا في هذا الرموش؟ غادي نستعملو هاد لو فودان اللون الاسود. هادو امبريميتهم من الانترنت وقصيتهم. فوالا، اذا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي تخدموا فيها الرموش، وهي غادي نخدمو وحده جهه وجهه الزوجه، غادي وجهه الزوجه عفوا غادي نقلبوها باش يجونا بهذا الشكل. ما نقدوش نديروهم في زوج كيف كيف باسكو ما تجيناش. فوالا بهذه الطريقه. وغادي نستعملوا هذا المسمق، هذا المعدس القماش هذا. اذا تشري نص متر غادي يخدم لك خير وبركه. بهذه الطريقه غادي نطويه، ندير الوجه على الوجه ونحكم الرشمه تاعي ونقصها. حاجه سهله. اذا الطريقه باش نحطو الرموش تاعنا نيشان، اذا نحاولوا ان نشوفوا المنتصف تاعنا. فوالا باش نحطهم نيشان. نشوفوا المنتصف. فوالا. اذا والقياس نحسبوه نديرو في الجهه الاخرى باش يجونا مقابلين وكيف كيف. اذا العفسه واحدة اخرى هي اني ما غاديش نحطها كما هكا، غادي نطلعها شويه. هاد الرموش غادي نطلعهم شويه بون، دوك نوريكم. فوالا، اذا ها راكم تشوفوا بلي طلعتها ما حطيتهاش هكا، ما حطيتهاش كيما هكا باسكو ما تجيش، خاصنا شويه نطلعوها. فوالا، وبلاصيت لها الاخر تاعها. دروك غادي نروح في الماشينه نخيطها ونزيد لها اضافه. تبغي تزيدها تبغي ما تزيديهاش، لاستخاص هذاك اللي يتبع ينتبع مترا ينتبع بديميل تاني يخدم لك خير وبركة. اذا للسحاب هذه هي العفسة تاعه. شوفوا كيما بانت حتى حاجة. اذا دروك تاني نعاود نستعمل غير الرجل تاع الفيرميتور. فوالا، وغادي دروكي غادي نخيط. درت الوجه مع الوجه. فوالا، وغادي نروح كاع صاير داير. اذا بهذا الشكل
كملنا الوسادة تاعنا، جات تحفة. اذا طريقة تاع التغليف، هذه طريقة تاع التغليف، وهذه كنت خاتمتها ديجا في